يعني دكتور أحمد دائما الإعلام بيطمع وإنه يأخذ أكبر قدر من المعلومات. اليوم بدنا تحكي لنا عن يعني نماذج من الحكاية الشعبية، يا ريت كان يعني لو كانت إسقاط على شيء معين، يعني لأنه بنعرف أكثر الحكايات دائما كانت هي إسقاط على واقع معين، فتعطيني فكرة عن هذه الحكاية الشعبية إذا في مجال تسرد لنا قصة قصيرة عن هذا الموضوع. وجدت الحكاية الشعبية من أجل أن تيسر للناس، وأيضا بها التضحية والمروءة والشهامة وإكرام الضيف وكل القيم الراقية كانت تقال في المضافات في الحضر والريف وأيضا في الشق في البادية. وهذه الحكاية الطويلة، لأن الحكاية الشعبية لها أقسام عدة، منها الحكاية القصيرة اللي بيها المثل والعبرة والنكتة، وهناك الحكاية الطويلة التي تروى في المجالس. دكتور أحمد، لا شك أنه يعني إحنا شايفين التطور يعني التقني على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، لكن هذا التطور هل أحدث تغيير على الحكاية الشعبية في الأردن؟ لا شك في ذلك، فالقصص التي رويت في البادية تختلف بعضا ما عن التي رويت في الأرياف. فالقصة في البادية هي أقرب إلى الواقعية وإلى الحقيقة، وأحيانا تعرف القبيلة التي رويت عنها هذه القصة، وأحيانا أبطالها معروفين، وأيضا الأمكنة، بينما القصة في البادية أخذت القصة البدوية أو التي رويت في البادية، وأيضا كان هنالك الأساطير اللي احنا بنقول عنها سواليف أو الخرافيات، وهذه الخرافيات التي كانت ترويها تحديدا النساء، الرجال يسهرون في المضافة والنساء في البيت المجاور. بالنسبة للقصة القصيرة كانت تروى بكل الأمكنة، بالبيت، بالدكانة، بالشارع، بالمسجد، حتى في أي مكان. لماذا؟ لأن بها العظة وبها النصيحة وبها النكتة، وتؤدي الغرض التي وجدت من أجله. ما هي أدوات التمييز ما بين الحكاية الواقعية والحكاية الخيالية؟ خلينا نحكي، لأنه نحن نعرف ممكن هناك حكاية واقعية تمتد بمناطق مثلا زي المناطق البدوية تكون أكثر واقعية، وهناك القصة أو الرواية الخيالية. الواقع أنه أدوات التمييز، من أدوات التمييز بين القصة الواقعية والقصة الخيالية، الواقعية أقرب إلى أن يصدقها العقل، بينما الرواية الخيالية هي التي تكون خارقة للعادة، وهي التي يدخل بها الغول أو الجن أو ما غير ذلك من قوة، ويستطيع البطل أن ينتصر في النهاية على كل المعيقات. أيضا من أدوات التمييز اللهجة، وأيضا لهجة الراوي، يعني كان يقول ذلك بكل عفوية أو أن يشطح بخياله. والرواية أيضا تنتقل من مكان لمكان، وبانتقالها يزيد الراوي، لأنه كانت تروى شفوية، يزيد أو يزيد من خياله أو ينقص من تلك، لأنه يرويها من ذاكرته، ينقص من تلك الرواية. فنجد أنه الرواية أحيانا يعني يتشوه معناها من مكان لآخر، خاصة إذا أخذت مدى. والرواية هي متعمقة الجذور، وربما تعود إلى أمم سابقة جدا، ومنها الفارس ومنها الفرعوني ومنها الحثي وغير ذلك من حضارات، ونبطي وغير ذلك من حضارات تعاقبت على هذه البلاد.